تم التسجيل مرحبا والوردي العشنا بخو لتنفيذ جميع الشيلات والزفات فحريح العود من ريحة سهرها 3-3-3-4-8 مرحبا وعدادي برقين بان نور بسديوهات أفراح العروسة لا تسابق برقها ويا مطرها للتواصل مرحبا وعدادي برق بان نور لا تسابق برقها ويا مطرها لتنفيذ جميع الشيلات والزفات مرحبا والوردي عشنا بخورة فحريح العود من ريحة زهرها مرحبا وعدادي برق بان نورة لا تسابق برقها ويا مطرها بالقصيد اليوم توه زان دورة في فرح عبد الملك زان سطورة مرحبا والوردي عشنا بخورة عبد الملك الكل جزله ما مواها طيب شغلنا على خطورة نظرته للمرجلة مبعد مداها نسل حر بالكرم ترهي شهورة نظرته للمرجلة مبعد مداها نسل حر بالكرم ترهي شهورة في المجالس كل زيز ومن حكاها والقصايد ما تجي بلا دررها واللي شيخ منبع الطب بجذوره من عتيبة من قعد طب وفخرها من عتيبة من قعد طب وفخرها كاسبين النعمة ويحك انتباها وفرحوا كل الجماعة في سرورة شاركوا في ليلة العمر وادرها بين عم وخال والحفل وحضورة والمشاعر فرحة العمر تغمرها بين عم وخال والحفل وحضورة والمشاعر فرحة العمر تغمرها توبان البدر في أول ظهورة فرحتي بوجودكم فين قمرها أم محمد تهدي الكف وسطورة المنت عنا يم حفلتها وحضرها أم محمد تهدي الكف وسطورة المنت عنا يم حفلتها وحضرها مرحبا والوردي عشنا بخورة فحريح العود من ريحة زهرها مرحبا وعدادي برق بان نورة لا تسابق برقها ويا مطرها بالقصيد اليوم توه زان دورة في فرح عبد الملك زان سطورة عبد الملك الكل جزله ما مواها طيبين شغلنا على جيله خطورة نظرته للمرجلة مبعد مداها نسل حر بالكرم ترهي شهورة نظرته للمرجلة مبعد مداها نسل حر بالكرم ترهي شهورة في المجالس كل زيز ومن حكاها والقصايد ما تجي بلا دررها واللي شيخ منبع الطب بجذوره من عتيبة من قعد طب وفخرها من عتيبة من قعد طب وفخرها كاسبين النعمة ويحك انتباها وفرحوا كل الجماعة في سرورة شاركوا في ليلة العمر وادرها بين عم وخال والحفل وحضورة والمشاعر فرحة العمر تغمرها بين عم وخال والحفل وحضورة والمشاعر فرحة العمر تغمرها توبان البدر في أول ظهورة فرحتي بوجودكم بين قمرة أم محمد تهدي القف وسطورة المنت عنا يم حفلتها وحضرها أم محمد تهدي القف وسطورة المنت عنا يم حفلتها وحضرها للتواصل 05-333-4-8-0-2-1